يمارسه الكثير من سكان هذه المناطق في هذه الناحيه، وهذه الوقت تعتبر تحفلا وتعتبر ايضا نقلا من الشاعره وتراث اساسي اصيل من مسنين الى شباب، لانه ان هذا التراث يعتبر جزء من الهويه المغربيه التي هي هويه بلادنا. ونحن نؤكد على هذا التراث لان هناك اشخاص تعتبرها تراثا بشريا يدل على قدمين يجب المحافظة عليه، وقد كما لاحظتم على انه تم تكريم بعض الشيوخ لهذا التراث، وهذا اعتراف بالجميل بالنسبة لهم على اساس ان تستمر هذه السنة الحميدة مستقبلا. نتمنى ان يستمر عملياتنا في هذه الوقفات الجميلة وهذه المحطة التاريخية السنوية. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن الان في بعض الجبال رجل الوحالي بالنسبة للتمام الثورة 23 تحت الرعاية السالية للملك محمد السادس نصره الله وأيده،
وكذلك هذا المهرجان طلبت من وزارة الثقافة بالتعاون مع مجلس إقليم قريبة ومجلس الفئوي جهة من الفطرة وكذلك مجلس إقليمي لعملة إقليم قريبة والمجاوز المحلية بكل من قريبة وأكثر فؤادي جهة. هذا التوالي اللي كتعرف الدورة 23 هذا السنة في سنة 2024 واللي كتضم مجموعة من الفرق اللي كتضم لمدة 3 أيام تضم حوالي 40 فرقة. هذه 40 فرقة هو على 5 منصات وبالإضافة إلى السجون المحلية في الريفة والوطن. إذا فيما يتعلق بالانتصار لكل هذا المهرجان بالإضافة إلى هذه الفرق هذه العبيدة القريبة هناك فرق ديال دول الشرق اللي كيتميز هذه الدورة هذه بالنسبة للفرق دول الشرق. هناك الفنان حنيف سرعيني وهناك الفنان بدر وادي وكذلك هناك الفنان صالح حيوطة اللي غيكون في مدينة وزن وكذلك الفنان سعيد أبلال اللي غيكون في مدينة بجاب وأخيرا غتكون هناك الفنانة خدشة ملالية من فرص قريبة في السهرة الختامية ونتمنى أن يروح وأن ينال إعجاب الجميع وشكرا لهم وكنشكر جميع وسائل الإعلام المحلية وكذلك الوطنية وسهرة ممتعة وشكرا.